هو بس شعور منتهي بطني تقول كان حاجم هذا منتهي ما عليك انا كلام الكلام ده لا 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 اوف والله يا بها الرجال تعسب انه بذكر رئيسي يا ابو عزوز ايش رايك تجينا في الجنوب في الواديين وين؟ اقول ايش رايك تجينا في الواديين على قرص وبعدين بهاجينا من قريب ان شاء الله حاضر تعال انت واهلك كلهم العرب النسوان يجلسوا مع النسوان والرجيز مع الرجيز انت معي ولا على ذاك القرى تكفر وعلى ذاك القرى والله ما بعد والله العظيم مياه ما غير عنه تكفر يا ابو عزوز نستانس تحت الشجر نمدد رجلينا عطلهم عطلهم تم ليش والله اسافر عشان امدد رجولي كذا حنا في البراد لا رحنا جنوب مصيف كذا في البراد سعود راني ادور عليك راني يا سعود سعود راني يا راني تبيك ما اعرفها يا شيخ ما تعرفها؟ والله ما اعرفها حما نعرف الا الرجال اللي يشراك العود هم حنا يا لا جاء شهر لا جاء شهر بعد عيد الضحية نروح الجنوب هناك كنت في الواديين عن جدي انت معي ولا لا؟ هم يطلع عمر كيف انت تكون كيف متى الزين السالفه لا تغدى انا قول لي تعال ابها ليش تقول لي تعال واديين قول لي تعال ابها وخلص لا رحنا طلع عمر لا وتغدينا اسلم لحمه حاشي تغدينا لحمه حاشي ولا تغدينا لحمه حاشي ها والله العظيم احنا نجلس في البراد عند الشجر ثاني براد نصلي وبعد الصلاه ننسدح ويلا هو سكر وضغط وقيلون وكل شيء وانواع الامراض بس اهم شيء انه مستانس وتهب شريان رمع النور لا حول السمنة انا اكلها كلها اكل السمنة امسك السمنة النحلة انا اكلها ونروح للدكتور يعطينا ابله حقوي وما ارجع مرة ثانية حقوى يا عيال يعطيني حقوى لا تعمل تعامل خاص اوكي علي المراجيم ما فهم شيء افا يا بهاي نسيته الله اكبر يا بهاي جحت رجليك افا انا اقصد الرجال رجال الرجال والله ولا فهمت ولا شيء شد والله ميت والله ولا ادري ايش قاعد يقول هذا ابا كمال انا انت القفت ادخل اليوتيوب تلقى مقطع هذا حط لكم ترجمه بدوي يعلمك الترجمه حقتنا وسلام تعرف اللي بخط برا اما انك ما تعرف هلا واخذ حق هاجي بالعزمك على مكبوت دياي سميتشات ما احبها سميتشات ما احب مكبوت دياي ليش اللي